عندنا الآن يونت 62. في هذا اليونت قايل لي verb plus 2، يعني معناها أفعال يأتي بعدها 2 أو أفعال يأتي بعدها ing. يعني شنو؟ يعني معناها أنا راح أقارن بين يونت 60 و 61 هيك، يعني راح أتناقش اليوم عن أفعال اللي تتكلم عن إضافة ال ing وأفعال التي تتكلم عن التو وفعل مجرد. راح ناخذ الاثنينات هيك راح نتناقش بين. لذلك إيش كاتب لي هنا؟ كاتب لي verb to زائدا infinitive يعني فعل مجرد. مثلا قايل لي هنا decided to have، وهنا ايش قايل لي suggested having، يعني مره منطيني فعل اخذ التو فعل مجرد وبعدين منطيني suggested والفعل يحتوي على ing، فمنطيني ذن الحالتين وراح نتناقش بي. فهنا قاعد يسوي لي مقارنه، يقول لي هاي الافعال اللي تشوفهن قدامك ذن كلهن ياخذن فعل مجرد تو وفعل مجرد، وهاي الافعال اللي يشوفن قدامك ياخذن فعل يحتوي على ing. فلازم نميز وننتبه على الافعال اللي تاخذ تو وفعل مجرد والافعال التي تاخذ فعل يحتوي على ing. اركز عليهن زين. طيب طبعا هذا هاي مواضيع دائما تجي بالامتحان، يعني خصوصا هيك اشياء، يعني هو دائما يجيب لك فعل تو مجرد لو فعل ing، فنركز على هيك مواضيع. يعني لازم نحفظ هذه الأفعال، أن هذه الأفعال تأخذ دائما فعل يحتوي على تو وفعل مجرد، وهذه الأفعال تأخذ فعل تضم لا ing. يقول هنا عندنا can't wait and fancy. fancy تجي بمعنى يعني يتخيل أو يظن بمعنى، وهي بمعنى الخيال، يعني بتجي بمعنى الخيال. فأنا نجي يقول I can't wait to see. طبعا ملاحظة عليها نكتب، يقول if you can't wait، يعني كلمة can't wait معناها you are eager to do، يعني معناها انت متحمس للقيام بذلك الشيء. فكلمة can't wait انا متحمس للقيام بهذا الشيء، يعني انا كلش عندي شغف، يعني انا منتظر هذا الشيء بفارغ الصبر. ما سمع يعني مرات الواحد انتظرك بفارغ الصبر، يعني انا متحمس هيك. يعني كلمه كنت ويت خلينا نترجمها الى العربيه، انتظرك بفارغ الصبر. I can't wait to see the photos you took، يعني معناها انا لا استطيع الانتظار لكي ارى صورك التي التقطتها. هذا المعنى الحرفي، يعني معناها المجازي، معناها الحقيقي، معناها انا انتظر رؤية الصور التي التقطتها بفارغ الصبر، هيك معناه. أو نقدر نقول أنا جدا متحمس لرؤية الصور التي التقطتها، أنا جدا يعني متحمس، نفس الشيء. أما كلمة fancy أو fancy sorry fancy doing something you want to do، طبعا كلمة fancy هنا معناها بالعربي نقدر نقول يعني، ومعناها يعني هنا يعني جملة يعني مع بعض كليتها، يعني كلمة fancy ولما يجيني وراها فعل b-i-n-g fancy، لما يجيني وراها فعل b-i-n-g يعني معناها بالعربي أنت مهتم، أو هل أنت مو يعني هل لديك الرغبة، بمعنى شون يعني هل تريد هنا، بس لما يجيني وراها فعل b-i-n-g. فلما يقول do you fancy going، يعني هل أنت مهتم بالذهاب أو بالخروج في لوجبة لتناول وجبة هيك، يعني هل أنت مهتم، هل أنت ترغب، يعني مو أنا ما متحمس، الأولى بيها حماس أنا متحمس، الثانية هل ترغب هيك. يعني رقم 4 عندي أفعال هي happen turn out and prove. طبعا هنا يقول we use prove to and turn out when experience shows what something is like. يعني معناها هذين الفعلين اللي هم prove to
والترن اوت معناها ماذا اثبت، يعني نستخدمهن ما تثبته التجربه في حياتك لهذا الشيء. يعني شنو يعني معناها الكلمه بروف تو وترن اوت معناها بالعربي، معناها بالعربي يعني بالعربي بالعربي هيك يعني بالضبط بالضبط معناها اثبتت لي الحياه، هيك بمعنى اثبتت لي الحياه هيك. شلون احنا نقول اثبتت لي التجربه؟ هم نقدر نقول مثلا نقرا هذه الجمله، يقول in the end our forecast proved to be correct. يعني معناها at the end of our forecast، في نهايه تكهناتنا او في نهايه ظننا او في نهايه خطتنا او في نهايه سعينا ايا كان، اثبتت لنا التجربه اننا صحيحين، اننا على صواب. To be correct، اننا على صواب. اذا كلمه prove to be معناها بالعربي اثبتت لنا التجربه او اثبت لنا بس هيك. turn out ايضا نفس المعنى، يعني معناها يعني ادركنا بالعربي، ادركنا هيك معناها بالعربي. turn out معناها ادركنا، اللي هي نفسها بالعربي بالضبط بمعنى اثبتت لنا، واللي يدرك ويثبت. يعني هسه انا لو اجيت وقلت والله انا ادركت ان مثلا ان الحياه صعبه، انا ادركته، او انا والله ثبت لي ان الحياه صعبه، فكلمه ادركت وثبت لي نفس الشيء. فتيرن اوت معناها هنا يدرك او يعرف او يثبت نفس الشيء. يقول تو فورمز توجذر، we can sometimes use more than one to infinitive or ing together. هنا اكو ملاحظه مهمه، بعض الاحيان انا بالامكان استخدم يعني خلينا نقرا الجمله. يقول the government decided to refuse to give. هنا decided يقرر to refuse، بعدين هنا يقول to avoid، وهنا يقول denied threatening to kill. بعض الاحيان يعني ممكن اني استخدم مع بعض. يعني شلون مع بعض؟ يعني هسه اني ال want مثلا رقم 2 او want مو يجي وراها to، وورا ال to اني اخذت avoid فعل مجرد. ال avoid احنا نعرفه كلنا انه يجي وراها فعل بي اي ان جي، واخذ ال hurting فعل بي اي ان جي. يعني معناها بهذه الملاحظة رقم 5 قاعد يقول لي مرات نقدر ندمج التو فعل مجرد بعدين فعل بي ان جي، يعني نقدر ندمجهن ثلاثة نسوية. يعني وبهاي الحالة راح يجيني decided to refuse to give. يعني معناها انا ركبت 2 decided to وحيل، والrefuse to وحيل هيك، وهنا عندي to avoid وحيل، والavoid حطيت لها ing. يعني وكأنما أنا ربطت قاعدتين اثنين، اللي هو بمعنى أنه أنا ربطت 60 و61 بهاي القاعدة. طبعا إحنا بس عندنا هاي الأمثلة اللي عندنا نحفظها، ما راح يجينا غيرهم بالامتحان نهائي. بالأصل برقم 5 أنا بالأصل كلمة want، أنا عندي want تأخذ التو، أنا عندي want تأخذ التو. طيب ورا التو لازم يجينا فعل مجرد، من هو الفعل المجرد؟ avoid. بعد ما شفت الأفويد اكتشفت أن الأفويد هو أيضا من الأفعال التي تأخذ ING، لذلك الهرد حطت لها ING. هيك معنى